لا كنا مزيانين، لعبنا مزيان، درنا مجهودنا، كرينا لي زوكاز. خلي قلت لك ما بغيتش تدخلنا، ما كانش النهار ديالنا، ما نعرف من عند الله. جمهور كنشكرهم بزاف، رجعت لهنا وكيشجعنا وكي ما قدرناش نعطي لهم الفرحه اللي بغينا نعطي لهم، كان سمعتهم بزاف وان شاء الله مره. كان ينبغي علينا أن نكون أكثر فعالية في الدفاع والهجوم، ولكن اليوم لم نكن كذلك. نحن آسفون لأننا كنا نريد أن نمضي بعيدا في هذه المسابقة، وكل اللاعبين بذلوا ما عليهم ولم يقصر أحدا، ولكن هذا لم يكن كافيا اليوم. هذه هزيمة صعبة جدا اليوم. هذه هي كرة القدم وعلينا أن نستمر.